إنه العام 1921، الانتداب البريطاني يدخل منطقتي الباقورة والغمر ضمن الأراضي الأردنية، ويمنح اليهودي بنحاس روتنبرغ امتيازاً باستغلال مياه نهري الأردن واليرموك لتوليد الطاقة الكهربائية وإنارة فلسطين. ومنذ إنشاء المشروع وحتى عام 1948، تملك الإسرائيليون جزءاً كبيراً من أراضي الباقورة لتصبح أغلب الأراضي ملكيات خاصة، مما حول المنطقة لساحة صراع مستمر مع إسرائيل. ولكن أين تقع الباقورة؟ تقع شرق نهر الأردن في الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة إربد، وتبلغ مساحتها 6000 دونم. وفي عام 1950 احتلت إسرائيل 1390 دونما منها. أما منطقة الغمر فتقع في صحراء وادي عربة بمحافظة العقبة، وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات، وهي أراض مملوكة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية احتلتها إسرائيل عقب حرب عام 1967، ورفضت الانسحاب منها بحجة أنها امتداد لإحدى مستوطناتها. ومنذ ذلك الوقت قال الإسرائيليون أن تلك المناطق تعود لملكيات خاصة لليهود دون تقديم إثبات على ذلك للعامة. فما هي قصة الأراضي المملوكة لليهود في تلك المنطقة؟ عام 1921 باع الانتداب البريطاني منطقة الباقورة لمستثمر صهيوني اسمه بنحاس روتنبرغ بهدف توليد الطاقة الكهربائية في إطار مشروع لشركة كهرباء فلسطين عرف باسم مشروع روتنبرغ. بعدها بمدة اكتشف المستثمر أنه لم يكن بحاجة إلى كل هذه المساحة، وباع جزءا منها للوكالة اليهودية، والتي باعتها بدورها لمزارعين إسرائيليين، وأصبحت بموجب ذلك ملكيات فردية. توقف مشروع روتنبرغ عام 1948، ومن ثم قامت إسرائيل باحتلال تلك الأراضي بحجة ملكيتها الإسرائيليين. وقد أكد رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي أن الباقورة مملوكة لليهود منذ عام 1926 ومسجلة بشكل رسمي باسم اليهود. الباقورة مملوكة ملكاً يهودياً من 1926 مسجلة في طابو إربد. أما الغمر فمنذ احتلالها قالت إسرائيل أن أراضي المنطقة تعود ملكيتها لمزارعين يهود، وأنها ستحافظ على أملاكهم حتى التوصل لاتفاق. اتفاقية وادي عربة. عام 1994 اتفق الجانبين الأردني والإسرائيلي على توقيع معاهدة سلام، ونصت المعاهدة على أن الهدف منها هو تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين. ومن ضمنها تم الاتفاق حول قضية الباقورة والغمر، وذلك في ملحقان للاتفاق اختصا بشأن المنطقتين. ونص الملحقان على إخضاع منطقتي الباقورة والغمر لنظام خاص على أساس مؤقت، حيث وضعتا ضمن السيادة الأردنية، لكنهما لا تخضعان لقوانين الجمارك الأردنية، ويعود للسلطات الإسرائيلية التحقيق في الجرائم والمخالفات القانونية. ومن ضمن الملحقات تم الاتفاق على تنفيذ تلك البنود لمدة 25 عاماً، ويجدد العمل بها تلقائياً لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في إنهاء الاتفاق قبل سنة من انتهائه. وبالفعل في 21 من أكتوبر عام 2018 أعلن العاهل الأردني في تغريدة على تويتر عن نيته إلغاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة واستعادة السيادة الأردنية بالكامل عليهما. وقامت الخارجية الأردنية بإبلاغ الطرف الإسرائيلي ليتم الانسحاب الإسرائيلي منها في 10 من نوفمبر عام 2019 بعد عقود من الاحتلال و25 عاما من الانتفاع منها. فهل حررت أول أرض من الإسرائيليين برأيك؟